مساء الفل. لما بتفكر تجيب عربية 7 راكب، أول حاجة بتيجي في دماغك هو المساحات. أنا أكيد مش هجيب عربية 7 راكب وتكون ضيقة، ولكن مش كل العربيات 7 راكب بتكون المساحات فيها معقولة، وبالذات في المكان اللي أنا قاعد فيه ده في الصف الثالث من الكراسي. لكن جيلي أوكافانجو عملت حاجة مختلفة الحقيقة علشان تخلي المساحات في الصف الثالث من الكراسي مساحات مستغلة بشكل كامل. أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيارات، ومعانا النهاردة زي ما قلت جيلي أوكافانجو 2022 الجديدة اللي هي بتنزل ب7 راكب مع محرك كهرباء 48 فولت. النهاردة هنتعرف على العربية بشكل مفصل، وكمان هنتكلم على أبرز الاختلافات ما بين الفئتين. احنا معانا النهاردة الفئة الأولى والفئة الثانية لسه ما نزلتش في السوق المصري، ولكن مفتوح باب الحجز عليها. النهاردة هنتكلم عن أهم المميزات والاختلافات في التجهيزات ما بين الفئتين اللي بتطرح بيهم أوكافانجو في السوق المصري. يلا بينا ونبتدي الريفيو بتاعنا. أوكافانجو عربية 7 راكب بتطرح من علامة جيلي الصينية في السوق المصري من خلال وكيل العلامة الجديد أبو غالي موتورز. العربية المفروض أن هي بتطرح بفئتين، لكن المتاح حاليا لتجربة القيادة أو المتاح أن تتفرجوا عليه عن قرب هي الفئة الأولى من العربية. الفئة الثانية باب الحجز مفتوح عليها، وتسليماتها إن شاء الله هتكون خلال فبراير لمارس 2022. قيمة الحجز 50,000 جنيه، وكذلك أختهم الصغيرة اللي تعرفنا عليها اللي هي الكول راي نفس الحكاية، برضو بتطرح بفئتين والحجز بتاعها مفتوح، وممكن تتفرجوا على الفئتين متاحين عند كتير من الموزعين علامة جيلي في السوق المصري. النهاردة معانا الفئة الأولى من أوكافانجو. الفئة الأولى في اختلافات كتيرة في التجهيزات سواء خارجيا أو داخليا ما بينها وما بين الفئة الثانية، لكن زي ما قلت لكم الفئة الثانية مش متاحة حاليا، فاحنا النهاردة هنتعرف عليها بالبق كده في الريفيو بتاعنا، وهنتعرف كمان على الفئة الأولى بس هنتعرف عليها بقى بالتفصيل. هنتكلم على كل التجهيزات اللي موجودة في الفئة الأولى وأهم الاختلافات ما بين الفئة الأولى والثانية في التجهيزات زي ما قلت لكم سواء كانت خارجية أو داخلية. طبعا أهم فرق وأكبر فرق هو فرق السعر. الفئة الأولى بتطرح بسعر 400,000 جنيه، أما الفئة الثانية فبيكون سعرها 450,000 جنيه. ال50,000 جنيه بقى الفرق ما بين الفئتين دول هناخد بيه إيه في التجهيزات، هو ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. وخلونا نبتدي بمقدمة العربية ونتعرف على أبرز التجهيزات اللي موجودة فيها وأبرز الاختلافات في التجهيزات ما بين الفئة الأولى والثانية من جيلي أوكافانجو في مقدمة العربية. يلا بينا. على مستوى التجهيزات في مقدمة العربية خلونا نبتدي بمنظومة الإضاءة الأمامية اللي موجودة في العربية. من الفئة الأولى زي ما احنا شايفين كده منظومة الإضاءة الأمامية الرئيسية بتيجي LED. الإضاءة الخاصة بالإشارات بتيجي دايناميك بلانكر أو بتيجي 3D أو متحركة جوه الفانوس الأمامي، برضو بتيجي الإضاءة بتاعتها LED، وفي حالة عدم استخدام الإشارات الجانبية بتكون إضاءة نهارية برضو الإضاءة بتاعتها LED. أما بالنسبة للفوج لايت الأمامية اللي موجودة هنا فبتكون موجودة على 3 مستويات إضاءة، أو عندنا 3 فجات فوق بعضهم أو مستوى رأسي. طبعا الاضاءه بتاعتهم برضو زي ما احنا شايفين بتيجي LED. الفواصل ما بينهم بتبقى من البلاستيك الاسود المط زي ما احنا شايفين، وعندنا كمان فريم من البلاستيك الرصاصي اللامع موجود حوالين الفوج لايت الاماميه، وموجود كمان عند الديفيوزر الامامي، وموجود كمان عند تريم من ضمن التريمات اللي موجوده على الشبكه الاماميه. الشبكه الاماميه هنلاحظ ان تصميمها مبهر ومختلف. ليه مختلف؟ لانه على عهده جيلي بتقول ان التصميم بتاعها مستوحى من ترددات الميه لما بترمي فيها حجر. يعني رميت حجر في ميه بتلاقي ترددات منتظمه ما بتطلع كده على المية زي موجات كده، فبالتالي هي دي الفكرة المستوحى منها الشبكة الأمامية لجيلي بشكل عام. هنلاقيها موجودة هنا في الأوكافانجو، ولقيناها كمان موجودة في الكول راي الموجودة في السوق المصري أو طرحت مع الأوكافانجو في السوق المصري. طيب فتحات التهوية موجودة عند الشبكة الأمامية، وموجود كمان مستوى سفلي موجود هنا فوق الديفيوزر الأمامي عبارة عن 3 ريش أفقية موجودة على مساحة كبيرة من الاصطدام الأمامي علشان تديك أفضل تهوية لمنظومة الحركة الموجودة في العربية. هنلاحظ هنا عند الشبكة الأمامية فوق علامة جيلي تحديدا
احنا عندنا مكان للكاميرا الاماميه اللي مش موجوده هنا في الفئه الاولى لكن بيبقى في الفئه الثانيه. عندنا اربع كاميرات موجودين علشان يديك منظومه رؤيه محيطيه حوالين العربيه او 360 درجه. طيب عندنا كمان على فكره بالمناسبه اضاءه ترحيبيه موجوده جوه الفانوس الامامي لما تبقى العربيه واقفه او خلاص مبطل العربيه وبعد كده تيجي تركب العربيه مع اول تدويره بتديك اضاءه ترحيبيه هنا ممتازه جدا شكلها مبهج جدا في الاضاءه بتاعت الفوانيس الاماميه واضاءه الاشارات. ممكن كمان ادور المحرك من خلال الريموت كنترول بتاع العربيه ده برضو اوبشن اضافي موجود من خلال الريموت معايا اهوت. لكن طبعا عشان احنا قايدين النور فغالبا العربيه مش هتشتغل يعني لو طفينا العربيه عشان كده هي مش هتشتغل لان احنا قايدين النور بتاع العربيه. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بمقدمه العربيه والتجهيزات اللي موجوده فيه وابرز الفروق ما بين الفئه الاولى والثانيه في تجهيزات المقدمه. تعالوا بقى نتنقل لمنظومه الحركه الموجوده هنا وهي احد ابرز نقاط القوه في اوكافانجو اللي بتنافس بيها في السوق المصري. يلا بينا. طيب قبل بقى ما ناخد غطس في منظومة الحركة خلونا نتكلم على ثلاث نقط كده بسرعة حوالين منظومة الحركة قبل ما ندخل فيها. مبدئيا ما عنديش مساعدين لرفع الكبوت مع ان حجم الكبوت ووزنه الاثنين كبار جدا فالحقيقة عملية رفع الكبوت هتبقى صعبة شوية لكن عندي العزل اللي موجود هنا الماتيريال بتاعته والتقفيل بتاعه كمان محترمين جدا وعندنا كمان تصفيح كامل اسفل المحرك. المحرك عندنا هنا في العربية محركين الحقيقة مش محرك واحد. منظومة الحركة في العربية بيسموها مايلد هايبر يعني محرك بنزين مع محرك كهرباء غير قابل للشحن خارجيا. يعني ايه غير قابل للشحن خارجيا؟ يعني ما بتشحنوش من مصدر كهرباء خارجي هو بيشحن نفسه بنفسه. طيب المحرك البنزين اللي موجود هنا 1500 3 سلندر طبعا تربو بيجي متوصل بنقل حركه اوتوماتيك دي سي تي او دول كلتش ترانسميشن او ثنائي القابض من 7 سرعات بتبريد زيت يعني بيجي ويت مش دراي. نفس المحرك البنزين ده هو اللي موجود في اختها الصغيره اللي هي الكول ري اللي هو الثلاثه سلندر. طيب المحرك الثاني اللي موجود محرك كهرباء بقوه 48 فولت متوصل على بطاريه بتتشحن اوتوماتيكيا من حركه العربيه انت ما تحتاجش اي مصدر خارجي للكهرباء علشان تشحنها. امتى بيشتغل المحرك الكهرباء؟ بيشتغل برده بدون تدخل منك نهائيا بيشتغل في مواقف محدده العربيه بتقدر تقراها على الطريق مثلا في عمليه التسارع من الصفر بتنطلق بسرعه فهنا بتحتاج اكسلريت قوي فبالتالي بموتور كهرباء بيشتغل او بتاخد غرزه فبتحتاج اكسلريت من حركه لحركه اسرع شويه فبرضو الموتور بيشتغل في حاله طلوعك لمطلع قوي شويه فهنا برضو الموتور الكهرباء بيشتغل. فهو بيشتغل في مناطق معينه وفي حتت معينه انت مالكش دعوه بيها او ما بتتحكمش فيها بشكل او باخر. طيب منظومه الحركه دي المشتركه ما بين المحرك البنزين والمحرك الكهرباء بيولدوا قوه حصانيه بتوصل ل 190 حصان وعزم بيوصل ل 300 نيوتن متر عند 1500 لفه. ده بيديك مؤشر قد ايه منظومه الحركه دي قويه وحاضره في عربيه 7 راكب وزنها حوالي طن و600 كيلو. فبالتالي ده معناه ان القوه بتاعت العربيه او قوه المنظومه دي بتترجم بشكل سريع وفوري على العجلات الاماميه. عندنا كمان معدل استهلاك البنزين احد ابرز نقاط القوه في العربيه او في منظومه الحركه بتاعتها هنا تحديدا ودي احد ابرز الاسباب اللي بتخلي العربيه بتنزل هايبرد او مايلد هايبرد زي ما اتفقنا. محرك البنزين موجود مع محرك الكهرباء بيوفروا استهلاك بنزين كبير جدا. استهلاك البنزين بتاع العربيه هنا بيبقى 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر العربيه بتمشيهم فبالتالي طبعا ده معدل استهلاك عظيم جدا لعربيه 7 راكب عائليه. مش بس كده عندنا تسارع العربيه كمان من 0 ل 100 في اقل من 11 ثانيه على وزن وحجم العربيه زي ما قلنا فده بيدينا كمان مؤشر ان منظومه الحركه هنا قويه ومحترمه وسريعه الاستجابه بشكل كبير. اما نظام التعليق في العربيه فبيكون الامامي ماكفيرسون والخلفي بيكون مالتي لينك منفصل وده برضو احد ابرز او احد انضف انظمه التعليق في العربيات. ده كده سريعا ما يتعلق بمنظومه الحركه الموجوده في اوكافانجو 2022. برضو مهمة نقولها انه تم اختبار منظومة الحركة في العربية هنا على 350 ألف كيلو متر في مختلف درجات الحرارة من مختلف حرارة مرتفعة إلى حرارات منخفضة في مختلف الدول. 350 ألف كيلو متر تم استخدام العربية فيهم علشان يتم اختبارها بشكل قوي وفعلي وخضعت طبعا اختبارات فولفو لأن احنا عارفين ان جيلي اشترت فولفو فخضعت لاختبارات فولفو كلها بلا استثناء ونجحت فيها بشكل مبهر. فبالتالي العربية حتى اللحظة ما فيش منها قلق ان شاء الله خلال التجارب الجاية هنقدر نختبرها بشكل أوسع وأكبر. احنا جربناها على حلبة اوتوفروم خلال يوم تقريبا فيعني
قدرنا نستشف منها مجموعة حاجات اللي قلناها لكم دلوقتي في المقطع الخاص بمنظومة الحركة. لكن على المدى الطويل استخدام العربية هيكون عامل ازاي؟ ده اللي احنا هنحاول نعرفه ان شاء الله خلال تجربة القيادة المفصلة للعربية في اقرب فرصة. تعالوا بقى نتنقل لجنب العربية ونتعرف على التجهيزات اللي موجودة فيه وابرز الفروق في التجهيزات ما بين الفئة الاولى والفئة الثانية من اوكافانجو. يلا بينا. في جنب العربية عندنا شوية اوبشنز ظريفة وفي اختلافات ما بين الفئة الاولى والثانية في جنب العربية برضو. يمكن ابرز اختلاف موجود هو الجنط. الجنط هنا مقاسه 17 انش، شكله غريب شوية على حجم العربية انا عارف، لكن في الفئة الاعلى او في الفئة الثانية بيكون الجنط 18 انش بنقشة كمان مختلفة عن اللي موجودة. ولكن هنلاحظ ان في اقواس كاوتش باللون الاسود المط بتكمل معايا عند العتب بتاع الباب، وفي فوق منها تريم كده من الكروم بيدي منظر شكل العربية. الاقواس دي بتكمل معايا عند الديفيوزر الامامي والديفيوزر الخلفي لحمايه الجزء السفلي من العربيه. برضو من ضمن الاوبشنز الظريفه اللي موجوده هنا في العربيه هو الكيلس انتري من الفئه الاولى لباب السائق وباب الراكب الامامي. بمجرد الاقتراب من العربيه حط ايدك هنا عند المقبض بتلاقي العربيه فتحت اوتوماتيك. مقبض الباب بيجي لونين، في طبقه من الكروم او تريم كروم موجود على المقبض من فوق كده، وبقيه المقبض بيبقى بنفس لون العربيه. المرايات الجانبيه قابله للطي كهربائيا من جوه العربيه، بتكون في الفئه الثانيه اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربية، لكن هنا زي ما قلت لكم بتبقى كهربائيا، وكذلك الضبط بيكون كهربائي. وعندنا اشارات جانبية موجودة هنا بتيجي الاضاءة بتاعتها LED. في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف. في الفئة التانية كمان بيكون عندنا روف راكس، لكن هنا في الفئة الاولى ما عنديش روف راكس. كمان الازاز الخلفي ما بيكونش فامي، ودي احد النقاط اللي يعني ما عجبتنيش في العربية الحقيقة، لان عربية سبع راكب مهم جدا البرايفسي فيها او الخصوصية، فبالتالي المفروض يكون في على الاقل حتى لو مفيش ازاز معتم او ازاز ملون يكون في حتى ستاره داخليه، لكن ده مش موجود هنا في الفئه الاولى. لسه مش عارفين الفئه الثانيه هيكون فيها ازاز معتم ولا لا. لكن عندي تريم كروم موجود حوالين الازاز الجانبي زي فريم كده حواليها، وكذلك كمان هتلاحظوا الفاصل ما بين الازاز اللي قدام والازاز اللي ورا بيكون من بلاستيك الرصاصي او بلاستيك الاسود المط مش اللامع. هنلاحظ كمان علامه 48 فولت مع اي ام اس اللي هو تكنولوجيا الكهربائيه المستخدمه في المحرك الكهربائي بتاع العربيه. طول قاعده العجلات في العربيه هنا 2 متر 81 سنتي، 2 متر 81 اولموست تقريبا 3 سنتي، فبيديك مؤشر قد ايه العربيه دي واسعه جدا من جوه، وده اللي هنشوفه دلوقتي ان شاء الله لما نركب العربيه. بالاضافه كمان لان طول العربيه الاجمالي 4 متر 83 سنتي، برضو اولموست تقريبا 5 متر، فده بيديك مؤشر قد ايه المساحات جوه كبيره بشكل كبير، هنختبره ان شاء الله برضو اول ما نركب العربيه حالا دلوقتي. طيب ده كده سريع ما يتعلق بجنب العربيه وابرز الاختلافات ما بين الفئتين اللي بتطرح بيهم العربيه في السوق المصري. لسه هنشوف ان شاء الله الفئه الثانيه زي ما اتفقنا. تعال بقى نتنقل لظهر العربيه، يلا بينا. طيب في الظهر هنا عندنا شويه اوبشنز مشتركه ما بين الفئتين الاولى والثانيه. مبدئيا كاميرا خلفيه موجوده هنا، عندنا كمان سنسور الركن الخلفيه المتوزعه على طول الاصطدام الخلفي. هنلاحظ كمان الاضاءه الخاصه بالفوج لايت اللي موجوده هنا اللي تيجي الاضاءه بتاعتها LED على نفس المكان هنا، بس الناحيه الثانيه دي الاضاءه الخاصه بالريفرس او الرجوع للخلف. الفوانيس الخلفيه بتبقى الاضاءه بتاعتها LED بالكامل، سواء اضاءه الاشارات، اضاءه الفرامل، او حتى الاضاءه الرئيسيه زي ما احنا شايفين. هتلاحظوا كمان اضاءه الاشارات بتيجي LED ولكن مش متحركه او مش ديناميك جوه الفانوس، لكن في الفئه الاعلى بتكون ديناميك او متحركه جوه الفانوس. هنلاحظ كمان الترام الكروم اللي موجود هنا بيبقى واصل ما بين الفانوسين اليمين والشمال في خلف العربيه، وفي نفس الوقت بيقطع الفانوس نفسه بالنص زي ما احنا شايفين كده. الفانوس كمان بيبقى مقسوم لجزئين، جزء موجود على الرفرف وجزء موجود عند باب الشنطه. الازاز الخلفي مساحته الى حد ما صغيره على حجم العربيه، لكن جواه سخانات عشان الشبوره والضباب. السبويلر الخلفي اللي موجود هنا بيبقى موجود كمان في الفئه الثانيه، ولكن بيكون شكله مختلف شويه رياضي اكتر، لكن موجود عندنا سبويلر خلفي مثبت عليه الاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل اللي بتيجي برده LED مع انتنه زعنفه القرش. طيب هنلاحظ كلمه اوكافانجو المكتوبه هنا، ولو فتحنا باب الشنطه بيفتح كمان من بره زي ما احنا شايفين كده. برده دي احد الاوبشنز الموجوده مختلفه ما بين الفئتين. باب الشنطه هنا بيفتح يدوي زي ما احنا شايفين باتنين مساعدين، لكن في الفئه الثانيه بيكون باب الشنطه كهربائي مع خاصيه الركل بالرجل من هنا كده، او ان انت تمرر رجلك من تحت الشنطه فتقوم تفتح اوتوماتيكيا. ممكن كمان افتح الشنطه من خلال الريموت كنترول بتاع العربيه زي ما احنا شايفين هنا موجود معانا في الريموت كنترول ليه مكان لفتح الشنطه. طيب مساحه الشنطه على وضع الكرسي او الكراسي الصف الثالث قائمه بالشكل ده، المساحه دي 257 لتر. طيب لو نيمت الكراسي بتاعت الصف الثالث بالشكل ده من خلال مقبض بيتشد كده بتلاقي الكرسي ينام لوحده، المساحه دي كده 1200 لتر.
اما لو نيمت كمان الصف الثاني من الكراسي وخليت المساحه دي كلها للتخزين فهتكون مساحه الشنطه 2050 لتر. وطبعا المساحات مستغله بشكل كامل، مفيش فيها اي هدر او اماكن مخبأة علشان تداري. هنلاحظ كمان ان عندنا جزء سفلي موجود هنا، الجزء ده جزء بسيط جدا موجود فيه تحت كده الجزء الخاص بالعده اللي هي العده بتاعت الاستبن اللي هو الكريك والمفك والمثلث بتاع الطوارئ، اما الاستبن بتاع العربيه فبيكون موجود اسفل العربيه. ده كده سريع ما يتعلق بالشنطه. بالمناسبه ما فيش اي تجهيزات مختلفه، يعني الاحظ بس وحده اضاءه ال دي موجوده هنا في الجنب الشمال، وما فيش اي اوبشنز ثانيه، يعني ما فيش اي حاجه ثانيه موجوده في ظهر العربيه هنا سواء من بره او من جوه. تعالوا بقى نركب في العربيه من جوه، هنبتدي بالصف الثالث من المقاعد علشان نتعرف على المساحات جوه المقصوره للركاب عامله ازاي. يلا بينا. وصلنا للكنبة الخلفية والصف الثالث من الكراسي كمان في العربية. مبدئيا خلونا نبتدي بالكنبة الخلفية كده اللي هو الصف الثاني من الكراسي، وبعد كده ندخل على الصف الثالث. رقم واحد المساحات. مبدئيا انا ظبطت كرسي السائق على وضعية القيادة الطبيعية بتاعتي، وهنا كمان القعدة الطبيعية المريحة بتاعتي علشان نشوف احسن مساحة ممكن تديها لنا الكنبة الخلفية خالص او الصف الثالث من المقاعد. مبدئيا عندي اكتر من 5 صوابع مساحة، ما عنديش نفق فتيس، وده حاجة مميزة جدا هتدي مساحة للراكب اللي هيركب في المنتصف هنا ان هو يقعد باريحية كبيرة. يعني انا ركبت في النص هنا هتلاحظوا ان عندي كمان مساحة كبيرة جدا، الكونسول الامامي او الكونسول الوسطي اللي موجود هنا طالع لقدام فمديني مساحة حلوة جدا ان انا اقعد. كمان عندي فتحات تكييف خلفية بالاضافة لفتحتين USB Type A موجودين هنا لشحن الهاتف الذكي او تليفونك يعني. طيب الفرش هنلاحظ ان هو بيجي من القماش في الفئه الاولى، في الفئه الثانيه بيكون من الجلد بالكامل. اما بالنسبه للباب فالباب بيكون فيه تطعيمات من البلاستيك اللي بياخد تشبيحه الجلد، البطن بتاعه كمان بيكون من البلاستيك، لكن الجزء ده كمان بيجي كمان من البلاستيك ولكن بلون مختلف عن لون البلاستيك اللي موجود من فوق. المسند بتاع الكوع هو الحاجه الوحيده في الباب اللي بتيجي من الجلد الطري شويه. حتى كمان وحده التحكم في الازاز الخلفي الموجوده هنا بتبقى برده من البلاستيك مع ترمات من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، مع مساحات تخزين لطيفه الى حد ما متوسطه المساحه في الابواب الخلفيه. الاحظ كمان وحده اضاءه موجوده هنا، الاضاءه دي بتيجي ال دي وبتيجي كمان سوفت شكلها شيك جدا، مع المكان اللي ممكن امسك منه ممسك للايد هنا، مع مقبض الايد اللي شكله او الديزاين بتاعه او التصميم بتاعه كمان تصميم لطيف جدا. الازاز الخلفي زي ما احنا شايفين ما بيجيش فمي او بيجي برايفسي للاسف، وكنت اتمنى زي ما قلت لكم ان احنا يعني لو كان في ستارة كمان موجودة هنا كانت هتبقى لطيفة، لكن هنلاحظ ان ما عنديش المثلث اللي بيبقى موجود هنا عادة في اي عربية، الازاز كله قطعة واحدة، ودي برضو من الحاجات المميزة، مساحة الزجاج كبيرة فبتديك احسن رؤية واحسن مساحة لدخول الاضاءة داخل المقصورة للركاب. من ضمن الاوبشنز القوية واللطيفة جدا هنا في المقصورة الخاصة بالركاب في الاوكافانجو هو الكنبة اللي قدامنا دي. دي مش كنبة، دي عبارة عن 3 كراسي منفصلة تماما في حركتها، منفصلة في كل حاجة بتعملها. يعني من الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده أقدر أحركه لقدام بالشكل ده أو ارجعه لورا بشكل اخر، يعني على الاخر خالص، فبالتالي هيبقى عندي مساحه زي ما انتم شايفين كبيره جدا، لكن هقفل على الشخص اللي يقعد في الظهر او هيقعد في الكنبه الثالثه، لكن انا قاعد كده بمستوى جلوس مريح سواء للقعده او للظهر. الظهر كمان قابل للتحرك، ممكن احركه في اكتر من اتجاه، يعني ممكن كمان اظبطه كده او كده، يعني بيطلع لقدام ويرجع لورا من خلال مقبض موجود هنا، فممكن كمان اظبط الظهر على مستوى الراحه اللي انا محتاجه. الكلام اللي انا قلته حالا على الكرسي اللي انا قاعد عليه ده بينطبق على الكرسيين التانيين كمان. كل كرسي من دول ممكن يتحرك في اتجاه مختلف تماما عن الاتجاه التاني اللي الكرسي اللي جنبه. يعني مثلا على سبيل المثال الكرسي اللي في النص ده ممكن اطلعه لكم لقدام بالشكل ده لوحده منفصل تماما، ملوش اي علاقه بالكرسيين اللي جنبه. ممكن كمان اتنيه خالص بالشكل ده من هنا، مقبض زي ما احنا شايفين كده، اتنيه بالشكل ده واستغله كمسند مثلا او استغله كاي حاجه، فبالتالي مفيش مسند ايد خلفي لان انت مش محتاجه هنا في الجزء ده من العربيه. زي ما احنا شايفين كده ممكن اتني الكنبه الجزء او الكرسي ده من الكنبه او الكرسي ده تحديدا، ممكن اتنيه بالشكل ده واستخدمه كترابيزه او استخدمه كمسند او استخدمه كاي حاجه لو انا مش محتاجه، لو انا عندي طفلين بس مش اكتر من طفلين، برضو ده استغلال كويس جدا للمساحة. طيب فرضا انا مش عايز خلاص مش محتاجه، اقدر كمان ارجعه تاني زي ما كان من خلال المسند اللي موجود هنا بالشكل ده. طيب هو موجود يعني في مكان ما هنا وبيغطس للأسف، اهو بالشكل ده كده
بنلاحظ ان هو رجع تاني زي ما كان. طيب تعالوا بقى ندخل على الجزء الخاص بالكنبة الخلفية تماما. طيب بدخل لها ازاي؟ بدخل لها باكتر من طريقة. في عندي ممكن اوبشن ان انا زي ما قلت لكم اوسع الكرسي ده كده بالشكل ده، لكن طبعا الدخول هنا يبقى صعب، فبالتالي هستخدم كمان المقبض اللي موجود هنا، والمقبض اللي موجود هنا ده بيتني للظهر فقط. ده كده طريقة ممكن ادخل بيها، لكن ممكن كمان استغل المقبض اللي موجود جنب مسند الراس اللي موجود هنا بالشكل ده. خلينا نرجع كل حاجة زي ما كانت عشان اوريكم برضو الموضوع بيبقى عامل ازاي. في مسند او في مقبض موجود هنا جنب مسند الراس، تكة واحدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين بيروح مطلع الكرسي لقدام سواء للظهر او حتى الكرسي بالكامل، فبالتالي بيبقى عندي مساحة دخول كبيرة جدا موجودة هنا. تعالوا نركب في الصف الثالث من الكراسي ونشوف اخبار المساحات ايه. تعالوا كده بسم الله. طيب انا كده ركبت في الصف الثالث من المقاعد، بكل سهولة بقدر ارجع الكرسي ده لوضعيته الطبيعية مع مقبض موجود هنا، بقدر برضو اقدر اشده بالشكل ده فيقوم يرجع الكرسي مع المقبض اللي موجود هنا، بيرجع الكرسي كمان لمستوى الجلوس الطبيعي بتاعي. طيب انا كده ظبطت الكرسي ودي كده قعدتي الطبيعية المريحة تماما، وفي نفس الوقت كمان مريحة لنفس القعدة ونفس طولي لو حد قاعد قدام بيبقى قاعد برضو مستريح بنفس الشكل، فبالتالي المساحات مستغلة بشكل كبير جدا. ويمكن أبرز نقاط القوة الموجودة في العربية اللي بتكلم عنها دلوقتي بحماسة شديدة هي نقطة المساحات الموجودة فيها، لأنه أنا ركبت عربيات سبع راكب كتير دايما بنتكلم فيها على المساحات، لأن مفيش حد يشتري عربية سبع راكب من غير ما يفكر في المساحات، أكيد بيفكر في المساحات في المقام الأول. فإن ما كانتش مستغلة بشكل كامل يبقى العربية بشكل أساسي ما هياش سبع راكب، لكن هنا المساحات من أفضل المساحات المستغلة للركوب في منطقة الصف الثالث من الكراسي. الحقيقة عندنا فتحات تكييف كمان خلفية موجودة هنا غير فتحات التكييف الخلفية اللي موجودة في المنتصف، غير فتحات التكييف الأمامية، فبالتالي التهوية كمان في المقصورة من الخلف هتبقى تهوية ممتازة جدا. حتى المساحات الزجاجية اللي موجودة هنا كمان مساحات كبيرة، حجمها كبير مش صغير، وزي ما قلت لكم الإزاز اللي موجود هنا كمان بيبقى قطعة واحدة مش قطعتين، يعني مفيش مثلث اللي هو اللي في نهاية الإزاز، فبالتالي حتى الإزاز كله قطعة واحدة حجمه كبير، فبالتالي المساحات بتاعة المساحات الزجاجية، مساحات الرؤية ومساحات دخول الضوء في المقصورة ممتازة جدا الحقيقة. أحزمة أمان كمان موجودة هنا للصف الثالث من الكراسي، وعندنا كمان أحزمة أمان ثلاثية التثبيت علشان الناس اللي هتقعد قدام، بالإضافة كمان لأماكن للمساند هنا، أماكن تخزين موجودة على اليمين وعلى الشمال، واتنين كاب هولدر موجودين هنا، ومسند الكوع بيجي من الجلد في الجزء الخلفي اللي موجود هنا. بصراحة من أحسن المساحات المستغلة في العربيات السبع راكب الموجودة مؤخرا في السوق المصري الحقيقة. ناس كتير حابه تقارن الأوكافانجو بالجيتور الاكس 95 او الاكس 95، ان شاء الله قريب هنعمل المقارنة دي ما بينهم هما الاثنين ونشوف اخبار المساحات ايه. مساحات الاكس 95 الموجودة برضو مساحات مش وحشة خالص، لكن هل يا ترى هتبقى الأوكافانجو اوسع ولا اضيق؟ ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في المقارنة اللي هنعملها قريب للعربيتين. تعالوا بقى نطلع على الجزء الامامي المقصورة، نتعرف على التكنولوجي اللي موجودة في العربية، نتعرف على عامل السينما والامان في العربية، ونتعرف كمان على ابرز الاختلافات ما بين الفئتين في الجزء الخاص بالكونسول الامامي. يلا بينا. وصلنا للكونسول الامامي في أوكافانجو من جيلي. مبدئيا معظم التجهيزات اللي موجودة في الفئة الأولى في أوكافانجو موجودة كمان في الفئة الثانية مع بعض الإضافات. يعني على سبيل المثال الشاشة اللي موجودة هنا اللي هي الشاشة الوسطية 10.2 تقريبا أو 0.3 إنش موجودة في الفئتين، بتبقى أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. وكذلك عندنا شاشة العدادات برضو اللي تبقى حجمها تقريبا 12 إنش برضو موجودة في الفئتين، بتيجي الديجيتال بالكامل، بيعرض عليها كافة المعلومات الخاصة بالعربية بالإضافة لمؤشر الحرارة، مؤشر البنزين، وكذلك مؤشر السرعة ومؤشر الـ RPM. كل ده بيجي ديجيتال بالكامل على شاشة العدادات اللي قدامك. وكذلك عجلة القيادة اللي بتيجي من الجلد وبتيجي مالتي فانكشن وقابلة للتحرك في أربع اتجاهات فوق وتحت ويمين وشمال، برضو موجودة في الفئتين، برضو ما فيش فيها أي اختلاف زي ما احنا شايفين. ولكن بعض الاختلافات اللي بتبقى موجودة على سبيل المثال عوامل السلامة والأمان. عوامل السلامة والأمان للأسف مش واحدة في الفئتين. عندنا هنا في العربية برغم هذا الحجم الكبير إلا أن عندنا اتنين إيرباك فقط، ودي برضو نقطة ضعف قاتلة في العربية. طيب عندنا كمان أحزمة أمان موجودة منتشرة وده شيء كويس. عندنا كمان الأيزوفيكس أو أماكن لتثبيت مقاعد الأطفال موجودة في الكنبة الخلفية زي ما شفناها.
طيب عندنا كمان طبعا انظمه الفرامل بالكامل موجوده، الاي بي اس، الاي بي دي، تراكشن كنترول، الاي اس بي، نظام فرامل الكترونيه، فرامل الايد الالكترونيه، عندنا كمان درايف مودز مختلفه، عندنا الهيل لانش اسيست، عندنا التاير بريشر مونيتورنج اللي بيقيس مش بس ضغط الاطارات، بيقيس كمان الحراره بتاعه الاطار، كل اطار منفصل. ما عندنا كمان انظمه اللي هو كنا اتكلمنا عنه قبل كده في الكور راي اللي هو الكراش كابن، اللي هو نظام تسقيط المحرك للاسفل بدل ما يدخل على كابينه الركاب في حالات لا قدر الله الحوادث القويه او الشديده اللي بتحصل خبطات فيها من قدام، وده اوبشن اضافي موجود للسيفتي بتاع الركاب في العربيه. طيب عندنا كمان بقى مجموعه حاجات لطيفه، منها على سبيل المثال انظمه نظام التكييف اللي موجود هنا اللي بيبقى اوتوماتيك، بيجي ترابل زون مش اوتو زون. انا كنت قلت لكم انه ما اتكلمناش احنا عن التكييف ورا صح؟ افتكر احنا انا قلت لكم فتحات تكييف فقط، لا هو فتحات تكييف مع وحده تحكم كمان موجوده هنا. في عندنا كمان ترابل زون للتكييف واوتوماتيك، بالاضافه كمان لفتحتين يو اس بي تايب اي، لكن ما فيش وايرلس شارجر. في الفئه الاعلى بيكون في وايرلس شارجر في المنطقه دي. على الجزء ده بيجي عصايه نقل الحركه بتيجي من البيانو بلاك. بعد كده عندنا الجزء ده خاص بالدرايف مود مع بكره ظريفه كده بيتحرك بيها الدرايف مود، بيغير كمان الالوان بتاعه شاشه العدادات مش اكتر. عندنا كمان الاي اس سي او نظام الاتزان الالكتروني افعله او لا، ونظام الهيل لانش اسيست مع الاوتو هولد. اثنين كاب هولدر موجودين هنا، واحده كبيره واحده صغيره، وليها كفر كمان عشان اغطيها بالشكل ده. وعندنا كمان مسند ايد وسطي موجود هنا، ومسند الايد ده بيفتح على شكل دولاب، في جوه منه مساحه تخزين لطيفه مع وحده يو اس بي تايب اي موجوده برضو داخليه. طيب عندنا زرار ستار ستوب انجن موجود في الفئتين مع الكيلس انتري او دخول عربيه الصغير، المفتاح اللي اتكلمنا عنه، والمرايات الجانبيه القابله للضبط كهربائيا، وواحده التحكم الموجوده هنا، واحده التحكم في الازاز. على الشمال هنا عندنا الزرار الخاص او البكر الخاص بالتحكم في سطوع شاشه العدادات، وفي التحكم كمان في ارتفاع عدسه الاضاءه الاماميه لانه بيكون مانوال. عندنا زرار شورت كات موجود هنا، ده خاص بالشاشه علشان اقفل الشاشه لو انا مش محتاجه، وعلى الناحيه الثانيه عندنا الانتظار. هنلاحظ علامه الانفينيتي اللي موجوده هنا، اللي هي كانت موجوده في الكور راي، حرفين الاو اللي موجودين في كلمه كول بيشكلوا المنظر اللي عندنا ده، وبيكمل كمان هنا عندنا نفس الايدنتيتي تقريبا بتاعه الكور راي موجوده كمان هنا في الاوكافانجو. طيب الكونسول الوسطي ده بيجي معلق، في تحت منه مساحة كمان فيها فتحة 12 فولت وفتحة يو اس بي. هنلاحظ المرايات الجانبية او الخلفية اللي موجودة هنا بتيجي اوتو دايمنج، بتيجي فريمليس زي ما احنا شايفين، مع كمان الكونسول العلوي اللي موجود هنا في اضاءتين بيجوا الاضاءة بتاعتهم ال اي دي بتيجي سوفت، لكن واللوك كمان موجود او مش لوك، اللي هو يعني ان انا اظبط الاضاءة بتاعتهم على اللوك بتاع الباب برضو اللي هي زرار هنا، لكن ما عنديش جراب بتاع النضارة. والشماسة اللي موجودة هنا ما فيش فيها وحدة اضاءة، فيها مرايه فقط. ده كده سريعا بعض الاوبشنز. عندنا كمان سنسور الحراره او سنسور المطر عفوا، وسنسور كمان للاضاءه الموجود في العربيه. الماتيريال المستخدم بشكل عام هنا هنلاحظ ان هم من البلاستيك، هنا هيجي من بلاستيك كمان، لكن الجزء ده بيجي من الجلد، وعندنا تريمات من البلاستيك الرصاصي اللامع اللي بتبقى موجوده في الطابلو من قدام، مع اربع فتحات تكييف اماميه وفتحتين تكييف خلفيتين وفتحتين تكييف خلفيتين تماما موجودين في الصف الثالث من الكراسي. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي. بالنسبه للمقاعد برضو في الكراسي او الكراسي في الجزء الامامي مقصوره الركاب اللي هو كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي، الضبط بتاعهم بيكون يدوي بالكامل. في الفئه الثانيه بيكون الضبط بتاعهم كهربائي بالكامل. طيب ده كده ما يتعلق بالكونسول الامامي، ومن هنا بنختم الريفيو بتاعنا لجيلي اوكافانجو 2022 اللي طرحت مؤخرا في السوق المصري. بعض الملحوظات السريعه اللي ممكن اقولها عن العربيه، الماتيريال المستخدم بشكل عام في العربيه ماتيريال نظيف، وان كان فيها بلاستيك كتير ولكن برضو الماتيريال بتاعته نظيفه، والتقفيل كمان نظيف. قفله الباب بتاع العربيه كمان قفله محترمه جدا بتحسسك بالعزل والتوازن اللي موجود في العربيه. من خلال تجربه القياده بتاعتنا للعربيه، العربيه نشطه، العربيه خفيفه ورشيقه بشكل كبير. يعني هستعير المصطلح ده من صديقي العزيز الاستاذ مصطفى الدسوقي الف بيع عربيات، هو اللي سماها كده، قال العربيه رشيقه بشكل كبير. في الحقيقه هي فعلا عربيه رشيقه جدا، ما تحسش ابدا ان هي سبع راكب، ما تحسش ابدا ان هي طن وشويه، طن و600 جرام تقريبا، اولموست تقريبا 2 طن وزن العربيه، ومع ذلك تحس ان العربيه رشيقه في طلعتها وفي التسارع بتاعها، وكذلك كمان في الهاندلنج او في الدريفتنج او في الحركات الفجائيه اثناء الطريق. ولكن
يعيبها نقطة بسيطة زي ما قلت اتكلمت عليها من شوية، وهي نقطة السيفتي باكج الموجودة في العربية. 2 ايرباج على حجم العربية ده يعتبر رقم قليل جدا جدا جدا، ولكن زي ما قلت لكم ممكن يعوضوا أنظمة الاتزان والفرامل المختلفة اللي موجودة في العربية مع أحزمة الأمان المنتشرة في العربية بشكل كبير، سواء في الأمام أو في المنتصف أو حتى في الخلف. ده كده سريعا ما يتعلق بالأوكوفانجو. نشوفكم على خير إن شاء الله في عربية جديدة وريفيو جديد. مع السلامة.